هلا هون اذا بتطلع هي عملنا كل اللي عملناه هناك الحسابات والهاي هي بنريح بتريح منها هون. اذا عرفنا الزمن الازمان تبعت البروفايل اللي هي كانت 0 سكند 1 سكند 10 سكندز 11 60 61 70 71 بينهم رح يكون الجيرك. اذا عرفت الجيرك رح نحط الجيرك هي هذول ستيب فانكشنز. واذا بتطلع حتى على ستيب فانكشن انا مدخل الماينس جواها فرح تشوف شكل الستيب فانكشن. هذه ليدنج ايدج، هذه تريلينج ايدج، هاي تريلينج ايدج، هذه ليدنج ايدج. يعني حطيت الماينس جوا فغيرت هي شكلها مباشره. فاحنا بنقول انه الجيرك انا بقدر ابني الجيرك من اني اجمع 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي عدد الايدجز اللي موجوده بالجيرك. إذا بتطلع على الجيرك سيجنال اللي كنا بانينها كان شكلها زي هيك، كان عندي من 0 ل 1 بعدين من هون ل 10 مش هيك؟ بعدين من 10 ل 11 بعدين من 10 ل من 11 ل 60 ظلت 0 بعدين من 60 ل 61 من 61 ل 70 أظن كانت هيك مضبوط؟ وهذه كانت بلس 1 ماينس 1 ماينس 1 بلس 1. هذه 71 سكند، هاي 70 سكند، هاي 61 وهاي 60، وهذول حسبناهم باليد. بعدين هذه كانت عندنا 11 وهاي 10 وهاي 1 وهاي 0. وهذا جي اوف تي. فجي اوف تي هو عباره عن ستيب فانكشن ات زيرو تايم، نيجاتيف ستيب فانكشن ات 1 سكند، نيجاتيف ستيب فانكشن ات 10 سكند، positive step function at 11 seconds. هيهم 1 2 3 4 1 2 3 4 بعدين 1 2 3 4 1 2 3 4 اوكي. اذا جمعت هذول كلهم رح يطلع معي الجيرك ووحدته متر بير سكند كيوب against time. ايش رح اعمل فيه؟ بعمل له integration بعطيني linear acceleration، بعمل له integration بعطيني linear velocity، وبعدين بعمل له. هلا السبب انا بستعمل كلمه لينير لانه في عندي كمان فيريبل بالفايل هذا كنت انا محتاج الروتيشنال تبع المحرك، هذا اللينير تبع اللود اللي بحرك عليه اللود. فهذول اذا بنعملهم انتجريشن، وطبعا الانيشال فاليوز تبع كل الانتجريترز هون رح تكون زيرو. انا هون بادي من زيرو انيشال فاليوز. بعدين بامكاني نبعث هون للورك سبيس اذا بدك تعمل له بلوتنج، كانك تبعت الفيريبلز هذول للورك سبيس. فبنبعث الزمن بصير في اري او ماتريكس اوكي، وهذول بروحوا كمان بصفوا في ماتريسيز بدي اعملهم بلوتنج، بروح بفتش بالورك سبيس وباخذهم كام. هلا لازم نعمل هون انا مدخلهم كفاريبلز الديستنس والفلوستي والاكسلريشن والجيرك، مدخلهم كفاريبلز. هلا في البدايه انا راح احط شيء ثاني، راح احط جيرني مختلف وبعدين بنحط الجيرني تبعتنا اللي كانت موجوده هون. فانا الفاريبلز اللي هلا حاططهم نقدر نشوفهم من الورك سبيس اظن، هي عندي الاكسلريشن قيمته 1، الديستنس انا حاطط ديستنس 4.5 مترز، الجيرك 1 والفيلوسيتي 1.6 متر بير سكند. فانا عامل سيتنج اب للفاليوز بالكوماند ويندو. هلا اذا عملنا رن هي طلع. خلينا نتاكد اول شيء الجيرك. هلا طبعا انا زي ما حكيت مش نفس الفاريبلز اللي هناك، انا حطيت فاريبلز مختلفه هون. فهي عندي هون ال هي الجيرك فراح من 0 ل 1 بعدين نزل نيجاتيف بعدين نزل 0 نيجاتيف بعدين نيجاتيف بعدين بوزيتيف. واذا بتطلعوا مقابل الجيرك هي الاكسلريشن زي ما متوقع ترابيزويد الاكسلريشن، فيلوسيتي بروفايل 1.6 متر بير سكند بس هي طلع معنا هون هذا. وبعدين الديسبليسمنت ما راح ترجع لزيرو الديسبليسمنت اه لانه انتقلت من مكان لمكان، فما راح ترجع الفاينل فاليو هي نفسها النيو فاليو بس الزيرو بترجع زيرو. فانا بديت في مكان كنت ستيشنري في هذا المكان، زدت سرعتي حتى انتقلت، انتجريشن تبع المساحه هاي راح يعطيني الفاينل سبيس كنت مشيت 4.5 متر. هلا خلينا نحط الفاليوز تبعتنا احنا هون، خلينا نشوف شو بصير. فالفاليوز راح نعملها سيتنج اب في الكوماند ويندو. فراح نحط هلا عندي مثلا الاكسلريشن راح خليناها 1 مش هيك الاكسلريشن، والجيرك 1، الفيلوسيتي ايش صارت عندي هون الريتد فيلوسيتي 10 مش هيك 10، والديستنس 600 مظبوط. هلا اذا شغلنا مظبوط نفس التايم نفس الانترفال
هلا التايمز انا اظن مبرمجها بهذا الفايل بحيث انها تكون اوتوماتيك. خلينا نشوف هاي هون الفاينل فاليو تبع الجيرك. فاينل فاليو تبع الجيرك فانا هون حاطط حجم الجيرك وانا حجم الستيب ما حطيت واحد وانا حطيت الفاريبل. طيب نشوف الازمان، هل الازمان صحيحه؟ هلا هون انا عامل الزمن الاول اكسلريشن على جيرك اللي هو واحد على واحد قديش بيطلع؟ مظبوط مش هيك؟ بالنسبه لنا احنا مظبوط. والفاينل فاليو تبعه ماينس واحد في الجيرك فهذه صحيحه. اللي بعدها ايش لازم تكون؟ 10 تطلع معنا مش هيك؟ اللي هي فيلوستي على اكسلريشن 10 على واحد 10 والفاليو كمان نيجاتيف عشان يعطيني كمان نيجاتيف ستيب. الرابع فيلوستي على الاكسلريشن زائد الاكسلريشن على الجيرك اللي هي 10 زائد 1 11. بعدين اللي بعدها ديستانس على فيلوستي اللي هي 600 على 10 60. ما تسالوني كيف ما بعرف، هي عملتها زمان، عملناها زمان بس هي بتطلع خلص ما بتضطرش تحط هدول. وديستانس على فيلوستي زائد فيلوستي على الاكسلريشن على الجيرك بتطلع 61 مظبوط. وبعدين مثلا اخر شيء اظن بتكون ديستانس على فيلوستي زائد فيلوستي على الاكسلريشن زائد الاكسلريشن على الجيرك. هذول كلهم بيحسبوا حالهم اوتوماتيكيا. الارقام صحيحه. خلينا نعمل رن. لازم نزيد الزمن مش هيك؟ بكفيش 7 سكند، قديش بدنا؟ 71. متاكد من الجيرك؟ هي الجيرك عندي هون 0 1 10 11 60 61 70 71. هاي الترابيزويدال اكسلريشن، هاي الفيلوسيتي اللي وصلت 10 متر بير سكند. والديسبيسمنت المفروض تكون قديش؟ 600 متر. هاي وصلنا هون 600 متر. هلا اذا بدي ارد ارجع شو بعمل؟ نعكس كل هاي بضرب هذه في ماينس فبتنعكس هاي، فشو بصير بالديسبيسمنت؟ بترد بتعمل نفس الشيء هيك وبرجع للمكان الاصلي وهذه بتصير نيجاتيف. نيجاتيف الفاليو الاصلي اللي كان موجود هون.